من أني الآن سأطرح صادقا أنه سوف يدافع على هذه المشاريع القانونية بصيغة حداثية كما هو في الأرضية الإيديولوجية والسياسية لحزب أصل ومواصع. سيدي النائب الأمين العام مكلف التنظيم، ما عرفتش علاش عندكم هذه النظرة العكس ديال الواقع الحزب. الوضعية التنظيمية ديال الحزب هي أحسن ما كانت في تاريخ الحزب. لأول مرة عندنا أكثر من 70% حتى 80% ديال الهيكلة ديال الأمانات الإقليمية. أول مرة في تاريخ الحزب. لو ما قلتش أن جميع الأمانات المحلية مهيكلة. بدينا في الأمانات الجهوية، وصلنا 4 أمانات الجهوية، مقبلين في هذا الشهر غيديروا 2 أمانات جهوية أخرى، بني ملال ومراكش، ومن بعد غتكون الدار البيضاء. أفق أنه في نهاية مارس أبريل تكون سالينا جميع الأمانات الجهوية، وسيتم عقد المجلس الوطني من أجل انتخاب هيكلة اللجنة التحضيرية لإعداد المؤتمر اللي غيكون في تاريخه. أنا ذاك المؤتمر سيد نفسي. المؤتمر السابق رترشحوا فيه 6 الناس الأمانة العامة. علاش من دابا بغيت نعطيكم شويه الأمين العام الزربانين؟ تا المؤتمر في التاريخ ديالو واللي كيشوف في القدرة ديالو على أنه غيقود غيتقدم، واللي كيشوفوا المناضلين انه اهل يقوم المرحله راه غيقودها. حنا حزب ماشي ديال كنعينوا من دابا شكون اللي غادي يكون، الاجماع لواحد. حنا في الهيكله التنظيميه غادي المؤتمرات الجهويه في التاريخ ديالو المحدد في اقصى هو 7 فبراير، هو ما يمكنش نتجاوزوه لان قانون منظم الاحزاب ما كيحسمحش لنا بالتزاوج هذا التاريخ اللي هو 4 سنوات، اما في هذا التاريخ او قبل. كنا موجودين قبل راه غنديروا قبل، ما كناش اقصى تاريخ هو هذا. انا ذاكر المؤتمر سيدي نسجي سينتخب مجلس وطني وسينتخب رئاسه المجلس الوطني وسينتخب امين العام. زيد واحد الملاحظه، علاش كنت كنقول المؤتمر ماشي حنا زرباني شكون غيكون امين عام، فقط جرت في العاده والعرف والممارسه الديمقراطيه في المغرب ان الامين العام الذي يجري مفاوضات مع رئيس الحكومه لتشكيل الحكومه حينما يغير حزب ما، معنى اما انه سيغادر هذه الحكومه ام غالبا كيبقى الامين العام. علاش هنا ليس الامين العام من يختار هل سيستمر في الحكومه ام لا؟ المجلس الوطني هو من قرر، وانتخاب المؤتمر من اللي ينتخب مجلس وطني وينتخب رئيس المجلس الوطني وينتخب امين العام. الى طرح انا ذاك النقاش واش استمرار في الحكومه ولا لا، المجلس الوطني المقبل هو الذي سيقرر سيد نفسه. فيما يخص الرساله ديال الامناء العامين، ليست هناك اي مؤسسه تسمى مؤسسه الامناء العامين سابقا عندها في تاريخ الحزب، وهما بالصفه اعضاء المجلس الوطني، وان الا كان شي حاجه غيقولها داخل المجلس الوطني، خارج المؤسسات لا يهم الحزب. فيما يخص حكيم بن شماس عضو في المجلس السياسي بصفه. فيما يخص الوضعيه ديال واش نحن راضين عن، انا بصفتك رئيس الجهه، واش نحن راضين على سير رؤساء الجهات والاموديات؟ نحن جد راضيين. خصكم تشوفوا واش كيدار عادل البركات في بن ملال، سيروا واش كيشوف واش كيدير السي ديوي ولا كيدير السي العبدي، وما ندويش لكم على راسي. نحن راضيين غنديروا لقاءات جهويه، غنطلبوا من الساده رؤساء الجهات. حنا في جهه مراكش كنديرها ولكن محليا، الناس ديال بن ملال كيديروها ولكن محليا. يمكن نفكروا ونطلبوا من الساده امناء رؤساء الجهات يديروا ندوه صحفيه يعبروا فيها على الحصيله ديال السنه بشكل مع الصحافه الوطنيه بشكل عام. فيما يخص غياب الوزير التشغيل والتقاعدات عليه الوزير، راه كانت معنا وزير الطاقه، وزير التشغيل دائما حضور اعضاء المكتب السياسي لاجتماعات المكتب السياسي الا صادفته انه اليوم ما كاينش. فيما يخص غياب البرلماني غيدوي عليها السي التويزي، ولكن كنأكد لكم ان نحن الفريق الوحيد الاكثر حضورا في البرلمان، ونحن الفريق الوحيد احسن، ويمكن نقولها ونفتخر بانه بشهاده الجميع احسن فريق برلماني في البرلمان. حتى الناس اللي كانوا كيشكوا على انه غنجيبوا 40 ولا 50 برلماني، فتكذبت داك الشيء. واحسن فريق والنسبه ديال التجديد ديالو 60%، والنسبه ديال الشباب ديالو جد مرتفعه، وراضين على العمل داخل الحكومه، وراضين على العمل ديال الوزراء ديالنا. فيما يخص وكبيره دوات عليه السيده الاخت فاطمه السيده رئيس المجلس الوطني، السيد الامين العام، هذه المحنه ماشي محنه، واش كاين اكثر من ان السيد جا للاذاعه وقال لي لا مسيت شي واحد انا كنعتذر، وكنعتذر للجامعه، اش كنطلبوا من هذا السيد؟ كاع من الغلط راه اعتذر، اكثر من هذا الشيء ما تفهمش. تاريخ المؤتمر كيقول تراجعت عليه،
وضعيه داخل الحكومه جاوبت على خطه المزرعه.